فقد فارت نظائر ما فعلت ويا من يجمع الأموال كل أيمعك الردى ما قد جمعت ويا من يبتغي أمرا مطاعا يسمع نافذ من قد أمرت. السؤال الأخير يقول: كثرة الغيبة كيف ينجو منها المسلم وطالب العلم؟ الغيبة ذمها الله سبحانه وتعالى في القرآن ذما شديدا في قوله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فجاء ذم الغيبة في القرآن وفي كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فينبغي على المسلم أن يحذر شد الحذر من الغيبة أو الوقوع في شيء منها إيذاء للناس وغلوغا في أعراضهم وتعديا على حرماتهم ومقاماتهم. وأما إذا كان الكلام بعدل ونصح لدين الله سبحانه وتعالى فقد قال الناظم: الذم ليس بغيبة في ستة لمعرف و لمعرف ومحذر. ذكر ستة أمور تستثنى ويكون فيها الرائد النصح لدين الله سبحانه وتعالى والعمل على إصلاح العباد، كأن يضطر للكلام عن صاحب بدعة أو يذهب إلى حاكم أو نحوه يرفع عن نفسه مظلمة، أو يستفتي عالما في حكم فيذكر مثلا أحد أولاده أو أحد قرابته يقول فعل بكذا مما يكره قريبه أن يقول ذلك من أجل طلب فتوى يستفتي في هذا الأمر. فثمة أمور يعرفها أهل العلم تستثنى في هذا المقام، أما الدخول في أعراض الناس وقصد الإساءة إليهم وقصد إيذائهم والإضرار بهم فهذا جرم عظيم وذنب وخيم، جاءت النصوص والدلائل في الكتاب والسنة بالتحذير من ذلك.